وإلى أخبار الفريق الأول، قرر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الجابون صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق وفقا للائحة بعد الفوز على مونانا الجابوني 3-1 في إياب دوري الـ32 لبطولة إفريقيا وتأهل لدور المجموعات لبطولة إفريقيا. وقال قنديل أن لاعبي الأهلي نجحوا في تحقيق هدفهم من المباراة رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق بداية من رحلة الطيران الشاقة وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، ولكن رجال الأهلي كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مباراة جيدة واستحقوا الفوز بالمباراة. وأضاف أن التأهل لدور المجموعات لبطولة إفريقيا بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق حلم جماهير الأهلي بالفوز باللقب الإفريقي الغائب منذ عدة سنوات والمشاركة في المونديال. أعرب حسام البدري المدير الفني بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على مونانا الجابوني 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجابون أمس. وأضاف البدري في تصريحاته بعد المباراة قائلا: الفوز والصعود لدور المجموعات خطوة مهمة جدا في مشوار السعي لاستعادة اللقب الإفريقي رغم الظروف الصعبة التي واجهناها خلال المباراة. أكد السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق حقق نتيجة جيدة في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة أمام مونانا الجابونية. وأضاف عبد الحفيظ أن فريقه استطاع الفوز في مباراة العودة على ملعب مونانا الجابوني لأنه تعامل مع المباراة بجدية وتجاهل نتيجة مباراة الذهاب المميزة التي حققها الأهلي في القاهرة. وأوضح أن التأهل لدور المجموعات هو بداية المشوار الحقيقي للأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، متمنياً أن يستغل فريقه ضربة البداية بالشكل الأمثل فيما هو قادم. قال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن الفريق لعب في ظروف صعبة أمام مونانا الجابوني بسبب درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة، وأن جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة ونفذوا تعليمات الجهاز الفني. وأوضح الشناوي أنه أول مرة يشارك مع الفريق في مبارياته الإفريقية، وإن كانت هذه الأجواء ليست جديدة عليها، والأهم أن الأهلي خرج بالنتيجة إيجابية وحقق الفوز وهو المطلوب للتفكير فيما هو قادم. ووجه الشناوي الشكر لأحمد ناجي مدرب الحراس في المنتخب على ثقته وعلى عودته من جديد إلى المنتخب، مؤكدا أنه جاهزا تماما لمعسكر المنتخب الذي ينطلق خلال يومين. تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الجابون في 12 ظهر غد الاثنين، حيث تستقل البعثة الطائرة من مطار ليبرافيل متوجهة إلى مطار أديس أبابا. وتمكث البعثة ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تستقل الطائرة مرة أخرى إلى الكاميرون ترانزيت لمدة ساعة واحدة. تتجه بعدها البعثة إلى القاهرة، حيث من المقرر الوصول إليها في 1 من فجر الثلاثاء. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة حسام البدري استئناف تدريباته يوم الخميس المقبل استعدادا للسفر إلى الإمارات يوم 26 من شهر مارس الجاري، وذلك لخوض مباراة ودية أمام فريق أهلي الفجيرة في اليوم التالي، على أن تعود البعثة إلى القاهرة يوم 28 من نفس الشهر. وكان الجهاز قد منح لاعبي الفريق راحة عقب مباراة مونانا
تجنبا للإرهاق بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في رحلة الجابون، حيث يخوض الفريق أولى مبارياته الرسمية يوم 2 أبريل المقبل أمام طنطا في إطار مباريات الأسبوع 30 لمسابقة الدوري الممتاز. يغادر وليد أزارو مهاجم الأهلي الجابون في 9 مساء اليوم متوجها إلى باريس ومنها إلى إيطاليا للانضمام لمنتخب بلاده الذي يخوض لقاءين وديين ضمن معسكر الإعداد لمونديال روسيا، ويخوض أسود الأطلس الودية الأولى أمام صربيا في إيطاليا يوم 23 من الشهر الجاري قبل أن يعود إلى المغرب ويلعب يوم 27 مع أوزبكستان بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وكان مقرراً سفر أزارو أمس وتم تأجيل السفر إلى اليوم لظروف خاصة بالطيران. ينضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل بسويسرا إلى المنتخب فور عودتهم إلى القاهرة. واختار الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب 7 لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، عبد الله السعيد، سعد سمير، حسام عاشور ومروان محسن. ينضم ثلاثي الأهلي المختارين للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي والمتواجدين مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالجابون وهم أحمد حمدي، كريم ندفد، صلاح محسن إلى المنتخب الأولمبي صباح الثلاثاء للحاق بالبعثة التي سوف تطير إلى السعودية لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي السعودي يومي 22 و26 من مارس الجاري. واختار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي 6 لاعبين من الأهلي وهم أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، أكرم توفيق، كريم ندفد وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن. قرر السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توقيع عقوبة مالية على نيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لعدم انضمامه إلى بعثة الفريق في الجابون. وقال عبد الحفيظ إن إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة ببولندا حيث يقيم منتخب بلاده معسكرا هناك كانت وراء تأخره وأنه اعتذر عن ذلك، ولكن هناك لوائح يتم تطبيقها بصرف النظر عن السبب.